ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان في العبد، فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة. فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، لكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك العكس، لا يكون مؤمنا بدون إسلام، مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه، لكن ليس عنده إسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة، فلا بد من هذا. فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا، ذكر أنه يعتقد هذا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم تكون من هذه الأمور الثلاثة.